مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة الشمس. ما تنسوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، غادي نحضر معكم واحد الوجبة اللي كتجي زوينة بزاف. عندي هنايا بطاطا مسلوقة نص سلقة، نقيتها وكنحكها بالحكاكة غليظة شوية. عندي بصلة متوسطة كنشلضها، غادي نزيدها على البطاطا. عندي هنا الحبق، ندير شويه ديال الحبق، اللي ما عندوش الحبق يمكنلو يدير المعدنوس. غادي نزيد شويه ديال البزار والملح وفلفله حمراء، غادي نزيد لهم جوج بيضات. ثلاثة د المعالق ديال الطحين رطب، صافي كنخلطو مزيان بيدينا. غادي ناخذ مقله وندير لها شويه ديال الزيت، ماشي بزاف. كناخذ كويرات ديال البطاطا وكنسرحهم في المقله بحال هكذا، كيجيونا على شكل خبيزات صغار. العافيه كتكون مهيله ما تكونش مجهده باش ما يتحرقوش. كتعطيهم داك النكهه ديال البصله، كتجي زوينه بزاف. غادي نزيد لهم الفرماج محكوك ومطيشة دوائر، شوية ديال البصلة خضارية، نزيدهم شوية ديال الفرماج وغادي نغطيهم ونخليهم كيطيبو غير شوية حتى كيدوب لينا الفرماج ومطيشة كتهبط دغيا دغيا كطيب. كنتمنى الفيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم، وإلى اللقاء الوصفة أخرى إن شاء الله بإذن الله.